السلام عليكم خواتي و ويلكم باك تو فور كور الجزائر. في هذا الفيديو تعلموا الديسكيت. المهم الديسكيت لازم تعلمها خاطر في الفيديو الجاي ما عرفناش نشرح الديسكيت. اذا درت كورك ولا تشيك جينر لازم تولي الديسكيت و تعلم الديسكيت خاطر لو كان ما تعلم الديسكيت ما راح دير والو. سو ليتس جيت انتو ات. كاين اللي يدير جيستيف، كاين اللي يدير غير زوج خطوات، كاين اللي يدير خمسة، كاين اللي يدير ما نعرفش. المهم انا الجيستيف تاعي ثلاثة خطوات وننصحك ديرها في ثلاثة خطوات خير. المهم الجيستيف هذي شو لازم تعرف الفرق بين الخطوة الأولى والدوزيام والطروازي. الخطوة الأولى تقدر دير شغل زيادة بصح لازم ديرها باش الخطوة الدوزيام تجيك مليح. تسمى ترى قاعد، إذا كنت تيري، إذا كانت رجلك لدروات هي القوية تسمى راح تبدا غوش دروات غوش، واذا كنت العكس اعكسها. المهم على وراك واقف هكا وش دير؟ سهل، دير غير رجل خطوه، دير غير رجلك مع غوش، تبدا برجلك بالقدم تاعك اليسرى ما تحطها هكا. الخطوه الثانيه شغل هي المهمه بزاف خاطش علاه مركي حطيت الخطوه الاولى يديك راح تجيبهم للزوج من كوتي تاع رجلك لا دروات ما تجي هاك. اذا ما حطيت في يديك من هذا الكوتي بالنسبه ليا ما حد دير والو موراه، تسمى مع اللي راح تنطريني غيرها. الخطوه الاولى بالقوش بعد تجيب يديك للزوج للزوج من رجلك لدروات تحط رجلك لدروات تسمى هاكا. الخطوة الطروازيام وكشغل هي اللي إذا كانت الخطوة الديزيام تمدلك الروتيشن تاع الدورات إذا حبيت دير كورك ولا الخطوة الأخرى هي اللي دير لك الارتفاع. ولازم تعرف بلي الخطوة الأخرى لازم تكون قبلك ما لازمش تكون موراك. إذا كانت موراك راح ترشل، وإذا كانت نورمال ماش تطلع عندي ما إذا كانت قبلك خير. مور الخطوة الدوزيام تراك لهنا ويديك راهم في الخطوة الدوزيام راح تصوتي الخطوة الطروازيام وسيدي راه بعيدة شوي تسمى هاك. في الخطوة الطروازيام يديك يولي للزوج هاكا ورجلك هذي تكون قبلك ورجل هذي سيدي يضرب هاك شغل مستقيمة تسمى. من الخطوة الدوزيام من الطروازيام تجي هاك. فلوفي مال تجي معاك هاكا. ركز مليح بلي في الخطوة الدوزيام لازم تجيب يديك في الخطوة الطروازيام كي تجي راح تكيري يديك ورجلك يضربوا في نفس الوقت يضربوا كيف كيف هاك. و تجي ستيب كي شغل تحس روحك جايح واقيلا كي تكون طونطرين عليها، ولكن قد ما درتها مليح خاطش علاه ولا غير راح تأهلك بزاف حركة شابي و شغل ماشي طونطرين غير هاكا. هنا انطرينا على هذا كان في سيدة تشوف الديسك تاعك غير هكا. كانك لو كان تجيب عفاسي صبال في يديك وتخدم بهم هكا شغل يفيدك في التناسق بين يديك ورجليك باش يضربو في نفس الوقت. وفي لافا تجي معاك هكا. وخاوتي نديرو شرح مختصر للحركه. مع الاولى حدير الخطوه بالرجل اليسرى تاعك الخطوه هذه الاولى، ثم راح تقفز الخطوه الثانيه واليدين تاعك يكونوا من الكوتي تاع رجلك اليمنى. لازم اليدين تاعك يكونوا للزوج باش يعطوك السرعه في الدوران مليحه. بعد ذلك واش راح دير؟ مور كراك خلاص كملت الخطوه الثانيه تاعك راح تقفز للخطوه الثالثه. راح تقفز وكي تقفز اليدين تاعك للزوج يولوا للور كاع واش كاين، والرجل تاعك اللي راح تيري بها تكون للور تاني كاع واش كاين باش تيري بها، والقدم تاعك اللي تصوتي بها تكون قبلك. اذا كانت القدم قبلك راح ترتفع. بعد ذلك واش راح دير؟ راح تضرب بالرجل الاقوى تاعك في نفس الوقت تضرب يديك تضربه مع رجليك وتصوتي وهكا تكون خلاصت. هذه هي الجيست. بو كاين ملاحظه نزيدها لكم وهي في الخطوات لازم كل خطوه تكون بعيده على خطها. سما في الخطوه الاولى والثانيه والثالثه لازم يكونوا بعاد على بعضهم باش الحركه تجي معك سهله وتسهل لك الحركات الاخرى. And yeah that's all about the gist of a guess. So هكا نكون حقنا لا تاع الفيديو. كالعاده اذا عجبك الفيديو ابوني فلاشان، واذا حاب تنطرني على كاش حركه اكتب اسمك في التعليقات.
واذا ما فهمتش كانش حاجه ثاني اكتبها في التعليقات نسي وفهمك فيها. هكا نكون حقنا الله في هذا الفيديو ونلتقي في المقطع القادم ان شاء الله. سلام.